مركز أنباء الساعة، مرحبا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ونواب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والخدمات والمتابعة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يشهده التعاون بين مصر وألمانيا. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن قانون الاستثمار سوف يشمل تبسيط إجراءات للمستثمرين لجذب وتحسين مناخ الاستثمارات، وسيتم إقرار القانون بعد الموافقة عليه من مجلس النواب. أكد إسماعيل خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي في دورته الخمسين، أكد أن مصر بها منتجات قوية وتنافس المنتجات العالمية، وهذه المنتجات ستكون بمثابة رسالة للعالم لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. يعني هو ملتقى للمنتجين ولأصحاب الأعمال، إن شاء الله يكون المعرض ناجح. يهمنا جدا أن يكون الصناعة المحلية لها تواجد قوي في هذا المعرض، وأنا شايف إن شاء الله أنه هذا العام قد يكون أفضل من الأعوام السابقة. في بعض الشركات يعني بدأت فعلا أنها إنتاجها يزيد، تتحسن مواقفها المالية، وهو ده ما نسعى عليه. إحنا لا نسعى إلا أن يكون للصناعة الوطنية دور أكبر. السوق المصري سوق كبير، سوق واعد. السوق المصري أيضا سوق منفتح على أفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارة الكوميسا وغيرها. نأمل إن شاء الله أن تزيد صادراتنا وأن يزيد إنتاجنا وأن تتحسن جودة الإنتاج.